كلنا عندنا عربي دي جي معنا استاذ ياسين معنا احمد معنا بليفه ماشيين تو ماشيين تو ماشيين الخيري احسن كيف تجي في الخروين احسن اسهل كيف تجي في الخروين شوفوها هذا تو هنا مع جماعة احنا تو في الناس انا وياسين خارجين من سيدي عطله هاي هون ما نعرفوش شو اسمه هاي وعلاش ماشيين تو هذيك في وسط البلاد العربي مش برا ولا حاجه هذا في وسط السوق الكفتيجة. وسط السوق ما القري بعيد تدخلوا بالكهرباء اما لابد تجي تتخلي كهربتها بعيد وتمشي في السخانه باش توصل دونك ماشيين تو الكفتيجي شو اسمه تاع خيري مش خيري صاحبنا خيري لا لا انت هذا خيري بروفيسيونال مازال بعيد خضر رجوع ترى مازال بعيد خضر رجوع ترى لا لا مش بعيد برشا 50 متر علاش الكرتيج تاع القروين ممكن تقصوها كل واخضر الكرتيج تاع القروين هو ساعة بزي على الفلفل يبدا فري وحر قدر عندنا اونسوليمون كبير في القروين والقو ما نستعملوش القرع خاطر العباد تحب القو بيكون اكزاكتومون القرع هذا القرع تسمع سمر القرع هو سي بور لو قو كيف بيكون ولا لا في القرع في الكبدة هو الكبدة يعملوه في الدار لا لا حاجة في الكبتيجي بتاع القروين روسيت سهلة العباد كل تعرفها تنجم تعملها في الدار بأحسن نوع فلفل وأحسن نوع وما يجيش بنين كما تاخذ هذيك هذيك السر اللي تو ما حد ما هذيك تو عرفت أنا كل مرة نجي نعمل كبتيجي هاو بليفي يعمل كل مرة نجي ونصير ناخذ الكبتيجي هذايا تاع القروين ما يجيش بنين كما اللي عند الواحد فما زاد حاجة أخرى عند خير هي الهريسة الحمراء اللي هي سيتون روسيت فيها الثوم وفيها تمليح وفيها يعني الفلفل الاحمر صعيب الاشياء نتاعو خاطر عنده ديجا فيه يلزم ينقص بالماء وفيه دي كونديسيون سبيسيال باش تنجح الهريسه وصلنا جماعة سي جعتر ملي فصيت دوكو باش موتلكم دوروا على اليسار تمشي حكيت 10 متر وش نقول خيري خيري كتقمر تحذية برشا عبيت ما يفرقش وكاو ايه ايه برشا يبون تعالنا العلاقات ندبروا صحيين في زحبيسة حيروش ليونيتا نحكي دونك خيري خلينا معبي برشا برشا واحنا مصابين دونك كل شيء انتو تمشيوا الواحد اخر يعمل كفتيجي هذا معروف عليه انه يحط المرقيز مع الكفتيجي وعنده الكفت ايه هاي كس شو اسمه ذي نتاع الكفت مازال بعيد ولا ايه شفت هاي صايب صايب ما عادش ندوخ ندوخ لك غير هاو فارغ غزمو هاو فارغ دوكا باهي السلام عليكم وشفتيه زاد فما ست شفتيه عندي شفتيه عندي شفتيه فوزي 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 شفتي في عين ايه رايك وش معاه؟ تحب شبتية مرقيز كفتة كل كلهم بعضهم كعبة 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 انا بريفير شبتية اي صحن انت صحن مخلط كفته وشبتيه ومرقيز انا كيف ودي كريم انت كيف
كيف كيف باه ثلاثه صحنه مخلطين خاطر نرجع حكايه شبيه المهرجان المقرور المهرجان الوطني المقرور عملناه 2008 2009 وقتها كانت فما القيروان عاصمه الثقافه الاسلاميه سيتي لوتيكا كي اورغانيزي سا كنت انا المدير نتاعو ونجح ولا وقتها ما عندناش ديجيتال باش نحسبوا جا عبيد ولا خرج جا برشا عبيد اما الافونتاج اللي الحرفيين نتاع المقروض الكل عملوا ديكارت بروفيسيونيل وزاد السوم خاطر عملنا لهم شويه تأهيل كان المقروض اللي تباع رخيص برشا وكنا عملنا زاد في الاكسبور السيرتيفيكا تاع الاكسبور شجعنا برشا باش يولي يعمل اكسبور رجعت لحكايه علاش الكارتيجي الاخضر تاع الروان الكاليتين تاع الفلفل خاطر الفلفل ديما فري وعنا الهريسه الحمراء نزيدوها وقت يبدا الفلفل مشو حار سرتو وقت تبرد الدنيا والفلفل الحار خاطر ديما الدنيا سخونه في القروية ولا الفلفل يسيب الوقت نتاع الحروري نتاعو كي تبدا الدنيا سخونه لا سخرين ما توقعش السخانه ديما تشوف احنا في نوفمبر ديجا اغنيه بنت ديما حق ديما ديما سخونه ديما سخونه دونك الخبز سبيسيال الخبز هذاك سي تراديسيونيل موجود في كوش عندهم ويخدموها تراديسيونيل لا لا كنا على الشبتية لا مقفوز مقفوز زي ولا كرا الويل تعرف أحسن حاجة فيه الكاميرا نتاعو دور نعمل فيديو شفت كيف تيجي نتاع تونس مش كيما هكا يعطيك صوص و حمرا كعب عظم بلي فلوس ما عندك شنو كيف تيجي تعرف ان الوطنيه اللي كانت معايا حاجه باهيه هذا الكرتيجي الاخضر وعندنا يعطيك الصحه وعندنا الكعبه شو اسمها هذه اسمها الشبتيه الكعبر وعندنا السيريتين نتاع البلاصه اللي هي مكياس وقتها واش ناكلوا نتراو منين ولا تو انا من غير ما ناكل قروان ناكل ومغمض عيني عرفت هي بنينه وحاره بسم الله اختراع صفاتها عمالها فوزية مشينيش في الاخر مشينيش في الاخر حيزنا فينا عابي فوزي برجولية نعم على الاخر شقارك باللي فوزي بدي فضح الوريق غير ثم حبيب باللي فوزي عبا فوزي عم فوزي هاي يصلح بون ريتريتمون بركيت بون ادريس قروه ديتو ما بتاعو ما ابو طه ها نعرفوا احنا ما بيخدوش دونك